نزير بيك، حضرتك لساتك فايق؟ ايه تفضلي. قصدي اذا جوعان حضر لك شي تاكله؟ لا لا يسلم، انا تعشيت برا. بالله؟ ليش ما قلت لك انه رح اتعشى مع وحده رفيقتي؟ معقوله ما خبرتك؟ لا يا الله، فكرت حالي خبرتك، انشغلت بقضيه جديده لهيك نسيت. فهمت عليك، اذا جوعان في اكل بالبيت. جاي رفيقتي من امريكا ورح نشترك بفعاليات للحقوقيين لمده 10 ايام هون. 10 ايام؟ اجت اليوم على المكتب لعندي وتعشينا سوا. طالما هي رفيقتك وبتعرفوا بعضكم معناتها محامي مثلها. ايه طبعا، تخرجنا بنفس السنه سوا وكثير قريبه للقلب. ايه كثير حلو. طيب انا رايحه اشوف مراد، بده ياني احكي له قصه. تصبح على خير. وانت من اهله. تاكدتي من حكي؟ شوفي ميسر خانو، لك كنتي اسأليه إذا بحب العينتين ولا لا؟ ليش ما سألتي؟ وليش لا أسأله هيك سؤال؟ عن جد وحدي هبلة. إيه أنا بسأله. أصحك، ليك إذا بتعملي هيك شي وحياة الله مبعوض تطلع بوشي. شبكي؟ لا تخافي، ما رح جبله سيرتك، طمني. الله عليك يا ست مريم، والله ضحكتيني، دمك خفيف والله. استعد، يعمل أي شيء بس المهم ما ينام، ماسك الجريدة وعم يقول لي اقرا لي اياها. كيف قدر يطالعهم للجرايد؟ أنا كنت مخبيتهم. أنا طالعتهم مشان اقراهم وخبيتهم تحت الفرشة أم لقاهم. يي منك لمعي، روح كبهم. ولد صغير، بده يعرف شو بعمل له، بده يعرف كل شيء، شاف صورة مصطفى وقال لي اقرا لي شو مكتوب. هات الجريدة، ولا تجيب سيرته هون قدامي، أنا ما صدقت نسيت، أوف لمعي منك أوف. لا تكبيهم للجرايد، أنا لسه ما ليش فايق حبيبي وما بدك تنام؟ ها؟ بدي تنامي جنبي. ايه بس هذا التخت صغير وضيق، ما بيسعنا سوا. بخاف انت ونايم ترفسها لاختك. خليكي ماما. طيب واذا انت رفست لاختك؟ ما برفسها. شوفي، شايفة شكله شو نعسان؟ بس كتير متنح وما بده ينام. يلا ابني يلا، غمض عيونك يلا. وانا؟ شبكي؟ الولد عم يطلع. ليك لمعي، بعد ما ينام مراد رح اجي لعندك على الأوضة. روح. لا ميسر، لا تجي لعندي، لأنه أنا تعبت كتير اليوم وفايت نام دغري. ماشي لمعي ماشي. تصبحوا على خير. ست مريم تفضل. تفضل. بس ما اكون فايقتك. لا لا فايقه، عم اقرا شوي. لا تواخذيني على الازعاج، بس فيني لاقي عندك خيط مشان ثبت هالزر لانه انقطع من على الجاكيت. بدي شي خيط يكون من لون الجاكيت مشان اطبه. هات عنك انت، انا هلا بطب لك اياه بسرعه. لا لا تعذبي حالك، انا بطبه. طيب شوف لك، خذ العلبة وأكيد بتلاقي خيط من لون الجاكيت. شكراً، يسلموا دياتك. تكرم عينك، كل هذا مشان الفعاليات ما هي؟ لا لأنه بدي أسهر مع رفقاتي بعد الفعاليات. طبعاً لازم تكون أنيق. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير.